الآن موجز الحادية عشر من ميسات، أهلا بكم. افتتح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والذي يمتد ليومين. ويشارك في فعاليات الملتقى وزير الأوقاف ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ القاهرة. هذا ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى مناقشة الإطار القانوني الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يناقش المجلس التقارير التي ناقشتها عدد من اللجان الوزارية على مدار الأسبوع الحالي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والغذائية في إطار تأمين احتياجات البلاد، كما يناقش السلع الأساسية. المجلس كذلك تقرير وزارة المالية فيما يتعلق بآليات سداد الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة. يستقبل اليوم رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لدولة كوريا الجنوبية. هذا وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية في شتى المجالات، وخاصة دراسة اتخاذ مصر كمركزا لتوطين التكنولوجيا وتصنيع وتصدير المنتجات الكورية إلى أفريقيا. حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قادة الجيش الفنزويلي من التحريض على العنف ضد المدنيين على حدود البلاد مع كولومبيا والبرازيل، والتي تخطط المعارضة إدخال مساعدات إنسانية عبرها. وجدير بالذكر أن وزير الدفاع الفنزويلي كان قد أعلن أنه على أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة في فنزويلا أن يمروا فوق جثث أفراد الجيش أولا، مؤكدا على ولاء الجيش لرئيس نيكولاس مادورو. ورياضيا، وفي إطار الأسبوع 23 من بطولة الدوري الممتاز، يلتقي سموحة المكونون العرب في 3 عصرا على استاد برج العرب بالأسكندرية، كما يلتقي طلائع الجيش والزمالك على استاد السويس في 5:30 مساء، أما في 8 فيلتقي الأهلي والداخلية على استاد بتروسبورت. نهاية الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.